السلام عليكم، مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون. ظنوا أنها نزهة فجاءوها بطرا ورئاء، فطالبوا أهلها فطالبوا نساءها بالزغاريد لميليشياتهم المفسدة، ونسوا أو تناسوا بأن لطرابلس رجال يذودون عن حماها ويحافظون على أمنها واستقرارها، ويرفضون أن يعلو الظلمة والمجرمون على أهلها، فهبوا لصد عدوانهم ورد صولتهم، فما كان من كبيرهم إلا أن يخرج سراعا في جولات مكوكية طالبا العون والمساعدة والمخرج لفشله في السيطرة على العاصمة. لليوم 13 على التوالي يستمر عدوان عصابات حفتر على عاصمتنا الحبيبة، فبعد هزائمهم على الأرض وفي الجو تحولت هذه العصابات لقصف المدنيين، فأطلقت صواريخها العمياء تجاه حي الأكواخ معاقبة لأهل طرابلس لرفضهم لمجرم الحرب حفتر. في هذه التغطية نتابع رصد ردود الأفعال الدولية والمحلية ومجريات الأحداث على الجبهات، ومعي في هذه اللحظة معي السيد حميدة الجرو من أحد القوات المساردة للجيش الليبي. نعم، معي الأستاذ حمزة تكين الصحفي والكاتب التركي. السلام عليكم سيد حمزة. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله تعالى. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بك. ربما سيد حمزة بداية، هذا العدوان والمغامرة الطائشة التي يقوم بها حفتر من خلال تصعيده العسكري ومحاولته الانقلاب والسيطرة على العاصمة، وبعد تراجع قواته وهذا الموقف الذي واجهه من قبل حكومة الوفاق وقوات الجيش الليبي، أين الموقف التركي من كل هذه الأحداث؟ أستاذي الكريم، يعني تركيا حتى قبل أن يقوم حفتر بهذه المغامرة العسكرية ضد العاصمة الليبية طرابلس، تعلمون يعني يعلم الجميع الموقف التركي تجاه حكومة الوفاق في العاصمة الليبية طرابلس. تركيا داعمة لحكومة الوفاق، تركيا إلى جانب الشعب الليبي، لم تدعم يوما ميليشيا على الإطلاق، وعلى رأس هذه الميليشيات ميليشيا حفتر. لم تقدم تركيا لمثل هذه الميليشيات التي تهدد الأمن والاستقرار في ليبيا على الإطلاق. الموقف التركي إلى جانب حكومة الوفاق كانت داعمة بقوة لتعزيز سلطة هذه الحكومة بما يخدم الشعب الليبي. بطبيعة الحال بعد هذه المغامرة التي قام بها حفتر، تركيا رفضت هذا الأمر بجملة وتفصيلا، ودعت لإيقاف هذه العملية العسكرية التي تستهدف طرابلس والمدنيين والعاصمة الليبية، وبالتالي تركيا ترفض رصدا قاطعا ما يقوم به حفتر اليوم. نعم، ربما سيد حمزة، يعني لطالما حفتر يستند على شعار مكافحة الإرهاب في تبرير كل حروبه وجعله غطاء لطموحه في السلطة، وكذلك أيضا لتحقيق مآرب داعميه، ألا ترى بأن هذا الشعار قد سقط بهذه المحاولة الانقلابية في على تخوم العاصمة؟ إذا كان حفتر يقول أستاذي الكريم أنه يحارب الإرهاب، فهذه حجة ساقطة، يعني بالأدلة والأرقام المتتبعة ما قامت به حكومة الوفاق في محاربة التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابع الإرهاب في ليبيا والقبض على الخلايا الإرهابية المنتشرة هنا وهناك وخاصة في العاصمة الليبية طرابلس، نرى أن حكومة الوفاق، أن الشعب الليبي
حاربا بقوة التنظيمات الإرهابية، على عكس يعني ما تؤكده كل الأرقام والتقارير الدولية فيما يتعلق بحفتر، أنه لم يقم على الإطلاق بتشفيف منابع الإرهاب أو دعا أو محاربة التنظيمات الإرهابية، بل على العكس هناك تقارير دولية، ولست أنا الذي أقول وليس تركيا، بل تقارير دولية تؤكد أن ميليشيا حفتر دعمت التنظيمات الإرهابية واستغلت التنظيمات الإرهابية واستغلت المغرر بهم من الشباب الليبي لمآرب أخرى لا تخدم الشعب الليبي ولا تخدم ليبيا الموحدة، بل تخدم أنظمة اليوم أنظمة عربية بكل أسف نقول تسعى لتخريب ليبيا كما خربت سوريا وكما خربت العراق وكما تخرب الآن أيضا السودان، تسعى لتخريب السودان وأيضا تسعى لوضع اليد على ثورة الشعب الجزائري. وبالتالي من يقاوم ويحارب الإرهاب هي حكومة الوفاق، وهذه بشهادة المجتمع الدولي وبشهادة الأمم المتحدة الداعمة والمعترفة بحكومة الوفاق. لا يعترف بحفتر اليوم أستاذي الكريم إلا بعض الأنظمة القليلة التي تتغذى على المشكلات الأمنية في الدول العربية، أما العالم يعترف بحكومة الوفاق ويدعم حكومة الوفاق في حربها ضد التنظيمات الإرهابية وضد كل من يهدد أمن واستقرار الشعب الليبي. نعم. طيب سيد حمزة، ربما تعليقا على الموقف الفرنسي وخصوصا ما ورد الآن من أخبار بثتها وكالات الأنباء والصحف التونسية من أكثر من 10 مسلحين فرنسيين تحت غطاء دبلوماسي يتوجهون نحو الحدود التونسية. تقول الصحيفة تصرف الأمن التونسي معهم بحذر كبير ورفض مرورهم بهذه الصيغة، يعكس على الأرجح شكوكا من قبل إدارة الحدود والأجانب حول صفتهم. يعني الآن هناك أيضا وردنا أخبار عن وجود خلية من الضباط الفرنسيين في غرفة العمليات بمنطقة غريان تتبع حفتر، والموقف الفرنسي المعروف في دعمه لهذا المجرم الإرهابي وللوصول إلى السلطة، كما تقول صحيفة لوموند أنه أن فرنسا تريد استقرار وأمن ليبيا لكن تحت حكم قائد قوي، هكذا يقولون. نعم أستاذ، هذه الأخبار وهذه الأنباء تؤكد بما لا يدعو للشك أبدا صحة الموقف التركي الداعم للشعب لوحدة الشعب الليبي وحكومة الوفاق، على عكس بعض الأنظمة العربية وعلى عكس بعض الأنظمة الأوروبية وعلى رأسها فرنسا. اليوم فرنسا التي طالما صدعت رؤوسنا بقضايا الديمقراطية وشعارات حرية الإنسان وقضايا يعني احترام إرادة الشعوب، هل اليوم فرنسا تحترم إرادة الشعب الليبي الداعم لحكومة الوفاق في طرابلس أم أنها تدعم ميليشيات وعلى رأسها ميليشيا حفتر؟ يعني عن أي ديمقراطية وعن أي مبادئ سلام تحدثنا اليوم فرنسا وتحدثنا بعض الدول العربية؟ اليوم فرنسا من الداعمة، تاريخ فرنسا مشهود له بالإبادة والإجرام والقتل سواء في ليبيا سواء في الجزائر وأيضا في تونس وفي رواندا، يعني تاريخ فرنسا حافل بالإبادات الجماعية والمجازر في أفريقيا بشكل عام، واليوم تكرر فرنسا هذه السياسة بدعمها العلني والمفضوح والوقح لميليشيا حفتر. هذه الميليشيا، يعني ألا تعرف في فرنسا أن ميليشيا حفتر اليوم تهدد وحدة الأراضي الليبية، وأن ميليشيا حفتر اليوم تقتل الشعب الليبي، وأن ميليشيا حفتر يعني كل همها سرقة ثروات الشعب الليبي لحساب بعض الأنظمة العربية وبعض الأنظمة الأوروبية؟ وبالتالي سقط القناع اليوم عن فرنسا وعن العديد من الدول الأوروبية التي تدعم الميليشيات وتضرب مبادئ الديمقراطية بعرض الحائط. نعم. طيب أرجو أن تبقى معي سيد حمزة تكين. معي الآن سيد حميدة الجرو أحد القادة أو القوى المساندة للجيش الليبي. مرحبا بك سيد حميدة. مرحبتين بك وبالأخوة المستمعين. أهلا وسهلا بك سيد حميدة. لو تضعنا في صورة الأوضاع الميدانية وخصوصا ما شاهدناه ليلة البارحة من القصف العشوائي بصواريخ الجراد لحي الأكواخ وبعض الأماكن السكنية من قبل ميليشيات حفتر.
اولا نترحم على ارواح شهدائنا الذين ارتقوا الى خالقهم، ونسال الله ان يكتبهم بالشهداء، كما اتمنى الشفاء العاجل الى رفاقنا واصدقائنا في الجبهات ومحاور القتال. طبعا هذه حقيقة ما حدث بالامس، ليلة الامس، هذه حقيقة المجرم حفتر. نحن شاهدنا في الايام الاولى كان يرفع شعار من دخل بيته امن، من سلم السلاح امن، ولكن ما شاهدناه بليلة الامس هي الحقيقة الفعلية على النبيين جميعا وعلى طرابلس خاصة أن يعرفوا هذه حقيقة حفتر. حفتر حقيقته أنه رجل يتمتع بالدمار ويعشق الدمار ويهدد المدنيين قبل حتى جبهات القتال. الحقيقة هذا يتفنن فيه، وللأسف الشديد حتى شاهدنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي من يقوم بقصف المدنيين والأبرياء في ليلة الأمس الحقيقة التي كانت ليلة 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 من أشد الليالي ومن أقصى الليالي على سلطان العاصمة. شاهدنا هؤلاء المجرمين من يدعوا أنهم جيش ليبي أو جيش حقيقي يدعوا، شاهدنا أنهم يفرحون ويتوعدون أهالي طرابلس بالقصف بالمدفعية. فهذه حقيقة المجرم حفتر على أهالي طرابلس وعلى جميع المدن في المنطقة الغربية والشرقية والجنوبية. هذا المجرم قادم ليقتل المزيد من الليبيين، كما قتل في الشرق ما يزيد عن 12,000 مواطن ليبي يريد المزيد والمزيد، لأنه الحقيقة يريد أن يصل إلى الصلبة في دماء الليبيين. فمن هنا ومن محاور القتال أناشد كل الليبيين الشرفاء أنهم لا يثقوا في هذا المجرم. ومن هنا من محاور القتال ونحن الثوار نحن مع الجيش ونريد الجيش، لكن الجيش الوطني الحقيقي الذي ولاءه لله ثم للوطن. أما هذا الجيش الذي ولاء للشخص ويرفع في شعارات الحقيقة شعارات القتل والدم والدمار والدمار حقيقة شيء مؤسف. هذا ما جعلني وأنا شخصيا اليوم أتواجد هنا في محاور القتال وأدافع عن طرابلس. الحقيقة جئت بزعة إلى أهالي طرابلس لإنقاذهم من هذا المجرم، والحقيقة التحموا جميع الثوار من جميع المدن. والآن بإذن الله كما أحب أن أطمن الجميع أن الآن محاور القتال هادئة قليلا، ولا يوجد هدنة ولا يوجد أي اتفاق مع هذا المجرم. نحن تعاهدنا أمام الله وأمام الليبيين جميعا أننا بإذن الله سنبحره وسنرجعه من حيث ما أتى، بل سنلاحقه في عقر داري. هذه معنويات الثوار، معنويات الثوار الحقيقة في مرتفعة. الحقيقة في لحمة يا أخي الكريم والأخوة المجتمعين، في لحمة الآن ما بين قادة المحاور، في لحمة ما بين الثوار. اليوم أنا أكلمك الآن بهذا المحور، معي ثوار طرابلس، معي كتيبة المواطي، معي مجموعة من أبناء تاجورة يستطيعون ويقاسمون في لقمة العيش هنا على محاور القتال. الحقيقة يلقنون حفتر درس بإذن الله وسنرجع. هناك من يتساءل ويقول لماذا لم نتقدم، لماذا نحن الآن بإذن الله سنتقدم على حفتر وسنطرده بإذن الله من غريان. أيضا إلى الذين يؤيدون المجرم الأسير، هم في الحقيقة يؤيدون الدمار لطرابلس. أليس لكم بنغازي خير دليل يا أهلنا في طرابلس، يا من تؤيدون حفتر؟ إلى الصحوات الذين يؤيدون حفتر، هل لم تشاهدوا الصور في طرابلس في بنغازي؟ حفتر في بنغازي لم يترك المؤيدين له، وأنتم شاهدتم من كان مؤيدا له وكان من أذرعه القوية. اليوم يكون يا إما مهجر يا إما تحت الأرض يا إما سجين. حالكم أيها المؤيدون لن يكون أفضل من حال هؤلاء. نحن هنا أحب أن أطمن السادة والمستمعين أحب أن أطمنهم أننا بإذن الله على العهد سائرون، وبإذن الله بثورة 17 فبراير محافظون، وأننا لن نتراجع. قلناها صراحة في محاور القتال، قلناها صراحة أننا نحن الثوار وحسر لن نلتقي على أرض الله بثلاث خيارات بإذن الله. أعلناها ثلاث خيارات له. ثوارنا معنوياتهم مرتفعة، تمركزاتنا نحن لازلنا نحافظ عليها ولن نتراجع. بإذن الله سنعلم في الأيام القادمة حالة الهجوم، سنتغير من حالة الدفاع إلى حالة
حالة الهجوم بإذن الله. طيب لو تبقى معي سيد أحمد أعود إليك أستاذ سيد حمزة تكين. سيد حمزة تكين ربما استمعت كما استمعنا إلى سيد أحمد الجر وهو من قلب الميدان يحدثنا عن اللحمة الكبيرة بين المقاتلين والذين ربما هذه من حسنات ميليشيات حفتر بهجومها على العاصمة جعلت هناك نوع من اللحمة الوطنية والالتفاف حول حكومة الوفاق لصد هذا العدوان بعد اتخاذها إجراءات حقيقية وإعلانها النفير لرد هذا العدوان. وربما شاهدتم وتابعتم الحشود الغفيرة من المتظاهرين التي خرجت أيضا تعبيرا عن إرادة الشعب الليبي. أنتم في تركيا كيف تتابع الصحافة التركية مثل هذه الأحداث؟ الإعلام التركي أستاذي الكريم هنا في تركيا سواء كان إعلاما مرئيا أو كان إعلاما مكتوبا مهتم جدا بما يحصل في ليبيا لعدة اعتبارات بطبيعة الحال. من هذه الاعتبارات العلاقة الطيبة والقوية التي تربط تركيا بليبيا سواء على الصعيد الشعبي، وكلنا نعلم يعني نحن لسنا لا يوجد وقت اليوم للاستفاضة بهذه القضية. العلاقة الشعبية بين تركيا وليبيا علاقة طيبة وممتازة وفي أعلى المراتب، وأيضا العلاقة الرسمية اليوم التي تربط أنقرة بطرابلس وحكومة الوفاق. هذه نقطة لتركيا تعير اهتمام كبير للاستقرار ولوحدة الأراضي الليبية. تركيا لا تريد أن تسيطر قوى غربية وبعض القوى العربية التي تتبع لأنظمة غربية، لا تريد لهذه القوة أن تسيطر على مقدرات الشعب الليبي. هناك مخطط كبير اليوم تعارضه تركيا بشدة. المخطط يقول بإرجاع ليبيا إلى الزمن الماضي، زمن الإشكالات وزمن سيطرة الميليشيات وزمن المشكلات بين أبناء الشعب الليبي. دكتاتورية. زمن الدكتاتورية وسيطرة الفرد الواحد. صحيح. تركيا أيضا ترفض المخططات التي تسعى لسرقة مقدرات الشعب الليبي وثروات الشعب الليبي من بعض الأنظمة. تركيا ترفض أيضا قضية تقسيم ليبيا بين شرق وغرب. يعني تركيا سيدي الكريم والإعلام التركي يبرز الموقف التركي الرسمي وحتى الشعبي وحتى أيضا الجمعيات التركية والمؤسسات المدنية تدعو لإيقاف هذه الميليشيا، ميليشيا حفتر عند حدها، وتدعو بقوة لوقوف إلى جانب حكومة الوفاق وبالتالي تحقيق الوحدة بين أبناء الشعب الليبي. نحن نرى هنا في تركيا أن حفتر لا يمثل الشعب الليبي على الإطلاق. حفتر الكل يعلم من يدير حفتر وممن يتلقى حفتر دعمه السياسي والمالي والعسكري. نعم. وبالتالي هو لا يمثل من وجهة نظر تركيا، من وجهة نظر تركيا الشعب الليبي على الإطلاق. ولذلك تركيا ستبقى كما هو الموقف الرسمي معلن تدعم حكومة الوفاق وتدعم وحدة الأراضي الليبية وتدعم وحدة الشعب الليبي، وهي مستعدة لتقديم ما يمكن تقديمه من أجل تحقيق هذه الأهداف التي تخدم ليبيا. نعم. طيب سيدة أحمد الجرو ربما أيضا من منطلق الميداني، يعني كيف هو الوضع في المحاور ومعنويات الجيش الليبي؟ أنا كما حددتك المعنويات تعانق السماء، لكن أنا أذكر من هنا من محاور القتال المسؤولين هنا في المنطقة الغربية نريد أن يرتقوا إلى أكثر من التصريحات، نريد شغل على أرض الواقع بحجم التضحيات الشباب. نحن اليوم ما يزيد عن أكثر من 50 شهيد ارتقوا. نريد بنفس المعنويات بنفس هذا الحماس أن مسؤوليننا لا يترددوا. هناك من نلاحظ أنه ما زال قاعد متخوف لأنه يتوقع أنه حفتر سيرتقر أو حفتر يمكن أن يتقدم. هناك من يمسك العصا من النص. أنا أحب من هنا من محاور القتال أطمن كل مسؤول أو كل شخص ما زال ماسك العصا من النص ونقول له راهو نحب نقول له أن حفتر لن يدخل إلا على جثتنا. بإذن الله سنقاتل هذا المجرم
سنقاتله ونرجعه من حيث أتى، لأنه هو من بدأ بالقتال وسنرد عليه الصاع بصاعين بإذن الله، وسندخله هو ومرتزقته. للأسف وجدنا في محاور القتال جوازات سفر لمرتزقة أفارقة، وجدنا أيضا صناديق الذخيرة الحقيقة مكتوبة عليها من جمهورية مصر الحقيقة، التي تصدر إلينا الآن في هذه الأيام، تصدر إلينا الذخائر لقتل الليبيين. معنويات الشباب تعانق السماء بإذن الله. وقلناها صراحة وأقولها ونعيدها، هذه الأرض الطاهرة، أرض ليبيا التي ضحى فيها الشرفاء، التي ضحى قبل أجدادنا، واليوم أبناؤنا ولن مرضوا بأن نكون ثوار شركاء مخسفين موجودين وحفر موجود على هذه الأراضي الليبية بإذن الله. نعم. نشكرك السيد حمزة حميدة الجرو التابع لقوات المساندة للجيش الليبي، حدثنا من قلب الميدان، نشكرك على هذه المشاركة. وأضيف هنا فقط، جاءنا أيضا بيان منظمة صوت الشباب الأمازيغي دعما لكثير من البيانات التي صدرت، في خلاصته يقول فإن منظمة صوت الشباب الأمازيغي تدعم بيان المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا والمجلس البلدي والعسكري كاباو الداعم لحكومة الوفاق الوطني، كما تؤكد المنظمة بأنها ضد عسكرة الدولة وتؤكد تمسكها بمدنية الدولة والحفاظ على المسار الديمقراطي. أعود إليك سيد حمزة تكين. سيد حمزة، استمعت إلى أيضا الأخ السيد حميدة الجرو عندما قال بأن وجدوا أيضا الذخيرة التي تستعملها ميليشيات حفتر، هي ذخيرة مصرية، وأيضا وجدوا جوازات أفارقة، وهذا عرض هناك حتى صور للأسرى بعضهم من الأفارقة، وفضلا عن استعماله ولأطفال قصر يزج بهم في هذه الحروب. والآن لو نعود إلى قضية الدعم الذي يتلقاه حفتر من قبل بعض الدول مثلها مصر والإمارات، يعني ربما هذه الدول لا زالت تصر على بث الرعب والدمار والفرقة بين صفوف الشعب الليبي، وأخيرا بعد تراجع قوات ميليشيات حفتر وجدنا حفتر يسارع إلى السيسي لطلب المعونة، كيف تنظرون لمثل هذا الدعم؟ قد أشرت أنت في كلامك لبعض ذلك يا أستاذ الكريم. يعني اليوم حفتر يعني يسعى وراء أنظمة انقلابية ليحصل على دعم هنا هناك عسكري أو مالي أو سياسي، يعني هو يذهب لعبد الفتاح السيسي ليأخذ دعمه. يعني كلنا نعلم يا أستاذ، والموقف التركي واضح في هذه القضية، عبد الفتاح السيسي هو رجل انقلابي وصل إلى السلطة من خلال الانقلاب على رئيس شرعي انتخب من قبل الشعب المصري بانتخابات ديمقراطية نزيهة بشهادة كل العالم. أتى على ظهر الدبابة عبد الفتاح السيسي وقتل نحو 5000 شخص في خلال يوم واحد، وبالتالي العالم اليوم كما سكت على انقلاب عبد الفتاح السيسي وكما يسكت على مجازر عبد الفتاح السيسي التي يرتكبها بحق الشعب المصري، نرى العالم اليوم، هذا العالم الوقح يسكت اليوم عما يقوم به حفتر في بحق الشعب الليبي وبحق العاصمة الليبية طرابلس. هذا العالم الوقح يا سيدي الكريم لا يعرف اليوم إلا لغة المصالح، عندما تكون مصالحه مع الميليشيات ومع الانقلابيين ومع الرافضين لمبدأ الديمقراطية، لمبدأ حرية الشعوب، ولمبدأ وحدة الدول العربية، وفي غالب الأحيان هذا العالم تكون مصالحه مع هذه الفئة الميليشياوية، نراه يدعم هذه التنظيمات العسكرية والتنظيمات الإرهابية ضد الشعوب وضد الدول وضد الحكومات وضد مستقبل الشعوب. لقد سقطت الأقنعة اليوم عن كل هذه الأنظمة، ولكن في نهاية المطاف أنا أؤكد لك أن الشعب الليبي سينتصر على هذه الميليشيا، وأن الشعوب العربية الأخرى أيضا ستنتصر على من يحاول أن يسرق يعني اليوم ثوراتها الشعبية، ولكن
نوع من الصبر، شيء من الصبر، وفي نهاية المطاف لن تنجح الأنظمة الديكتاتورية والأنظمة الانقلابية بدعم ميليشيات مثل ميليشيا حفتر. نعم سيد حمزة، ربما إضافة إلى قضية أكذوبة مكافحة الإرهاب، أيضا قضية السقوط، أيضا قضية تجريم جرائم الحرب. الآن نجد حفتر يقوم بقصف مواقع مدنية، البارحة كان هناك قصف بالجراد على مناطق سكانية، محاولتي أو قصفي لمطار معيتيقا المدني، ولا نسمع من بعثة الأمم المتحدة إلا مجرد إدانة فقط دون أي إجراءات حيال هذه الجرائم التي تعد جرائم حرب وأيضا ضد الإنسانية. مرة جديدة يا أستاذ، مرة جديدة اليوم تسقط مؤسسة الأمم المتحدة وترسم في امتحان جديد. هذا الامتحان اليوم ساحته هي الساحة الليبية، يعني لا نسمع صوتا قويا وتحركا جديا من قبل مؤسسة الأمم المتحدة تجاه هذا العدوان على الشعب الليبي، هذا العدوان المدعوم من أنظمة تعترف بها الأمم المتحدة. بكل أسف لقد ضربت الأمم المتحدة اليوم مبادئها التي أسست عليها بعرض الحائط، وهي اليوم تسكت عن مثل هذه الجرائم والمجازر التي ترتكب بحق الشعب الليبي، كما سقطت الأمم المتحدة في مصر سابقا، وكما سقطت في السودان، وكما سقطت في اليمن، وكما سقطت الأمم المتحدة في انتحارها مع الشعب السوري، ها هي اليوم تسقط أمام الشعب الليبي. ولكن أنا كما قلت لك أستاذ، الشعب الليبي تقف إلى جانبه دول وقوى حرة اليوم تدعم الديمقراطية فعلا وتدعم حرية الشعوب، وتقف إلى جانب الحكومات المعترف بها من قبل غالبية الدول في العالم، وعلى سبيل المثال تركيا. لن تتخلى تركيا عن دعم الشعب الليبي وعن حكومة الوفاق وعن وحدة الأراضي الليبية والشعب الليبي، حتى لو حاولت اليوم الأمم المتحدة أن تسكت عن ممارسات هذه الميليشيا أو تلك الميليشيا أو عن هذا النظام الدكتاتوري في هذه الدولة أو تلك الدولة. الموقف التركي ثابت، لن يتغير مهما حاول البعض في العالم أن يصور هذا الموقف على أنه موقف يعني ضد الشعب الليبي، ولكن الشعب الليبي يعرف أن تركيا تقف إلى جانبه ولا تقف إلى جانب ميليشيا حفتر، أن تركيا تدعم وحدة الأراضي الليبية ولا تدعم تقسيم ليبيا كما تحاول بعض الأنظمة وحفتر، أن تركيا تقف إلى جانب أن تبقى ثروات الشعب الليبي بيد الشعب الليبي وتخدم الشعب الليبي فقط لا غير، لا كما يسعى حفتر وكما تسعى بعض الأنظمة لسرقة هذه الثروات. ولا شك أن هذا الموقف واضح وجلي، وهو ربما الشعب الليبي كل يتابعه، وأيضا ربما في هذا السياق وزير الداخلية فتحي باشاغة صرح بالأمس بأن مصر دولة مهمة وجارة لنا، لكن الشعب الليبي هو من يختار حكامه، وقال نتمنى من الدول المعنية بالشأن الليبي أن يكون تدخلها إيجابيا لصالح الشعب الليبي. انضم إلي أيضا سيد حمد العشيبي المحلل السياسي عبر استديوهاتنا بمصراتة، أهلا وسهلا بك سيد حمد. نعم حمد العشيبي، معي حمد العشيبي. طيب إذا هناك خلل في التواصل مع سيد حمد العشيبي. أحييك أخي عبد الله. نعم تسمعني الآن. السلام عليكم ورحمة الله. نعم يا سيد العشيبي. ألو. أي نعم نسمعك الآن سيد حمد. حمد العشيبي معي. طيب نعم سيد العشيبي، ربما الآن تعليقا حول هذا الخبر الذي أوردته الصحافة التونسية من خروج بعض الفرنسيين، 10 فرنسيين مسلحين تحت غطاء دبلوماسي في الحدود الليبية التونسية، وتم ربما الكشف عن هذا الخبر عبر الصحافة التونسية. نعم سيد العشيبي. طيب إذن يبدو هناك خلل في التواصل مع حمد العشيبي، ريثما نستطيع التواصل معه. أعود إليك سيد حمزة تكين، ربما سيد وحي ضيوفك. نعم. الكرام سيد حمد العشيبي معي. طيب لا نسمعه الآن.
طيب إذا أعود إليك سيد حمزة تكين. سيد حمزة، الآن أكدت منظمة الصحة العالمية نزوح أكثر من 10,000 من المدنيين خلال الاشتباكات الحالية بالعاصمة طرابلس. يعني هذه المعاناة الإنسانية الآن، يعني نحن الآن لو نعتبر أن الحرب فقط لها لم تنتهي أسبوعين، يعني حوالي 13 يوم، وبدأت بعض المعاناة في المناطق التي هي نزوح، وبالبارحة كان هناك قصف عشوائي بصواريخ الجراد على مناطق السكانية. يعني هل مثل هذه الإجراءات يعني تمر مرور الكرام من خلال يعني لا توجد بالفعل إدانة حقيقية من قبل مجلس الأمن ولا الاتحاد الأوروبي ولا اتخاذ موقف صارم من هذه الميليشيات؟ يعني هذا موقف من العالم، موقف مستنكر من الجانب التركي، وموقف مدان وبقوة وسائل الإعلام التركية. منذ يومين وسائل الإعلام التركية تذكر هذه النقطة التي تفضلت بها، أن العالم اليوم يصمت عن هذه المجازر وهذه الحملة العسكرية التي يتعرض لها الشعب الليبي. الإعلام التركي يسأل هنا، والصحافة التركية تسأل هنا، أين الأمم المتحدة؟ أين مجلس حقوق الإنسان؟ أين المنظمات الإغاثية في التابعة للأمم المتحدة من كل ما يحصل للشعب الليبي؟ إذا كانت الأمم المتحدة صامتة سياسيا وداعمة من تحت الطاولة لما يقوم به حفتر، على أقل تقدير أن تتحرك لدعم المدنيين وإغاثة المدنيين. ولكن نرى الأمم المتحدة والعالم يصمت مرة أخرى أيضا، حتى عن مجرد أن يساعد المدنيين على يعني حماية أنفسهم أو أن يحصلوا على ما يحتاجونه، احتياجاتهم اليومية من إغاثة وطبابة وغذاء. حتى هذه اليوم تقف منظمة الأمم المتحدة عاجزة عن تقديمها للشعب الليبي. وهنا يعني مفارقة خطيرة، يعني ما دور الأمم المتحدة؟ لماذا شكلت إذا كانت تصمت عن يعني تحركات عسكرية ميليشياوية تقوم بها هذه الفئة أو تلك الفئة ضد حكومة معترف بها دوليا، ضد شعب أعزل؟ لماذا يعني ما جدوى وجود الأمم المتحدة هنا؟ أيضا في تركيا بدأت الدعوات للهيئات الإغاثية والجمعيات المدنية التركية والجمعيات التي يعني تقدم مساعدات للمناطق المنكوبة في العالم، بدأت بالاستعداد لتلقي دعم الشعب التركي وبالتالي نقل هذه المساعدات إلى الشعب الليبي في أقرب وقت. بدأت حملات مناصرة الشعب الليبي على الأقل اليوم إغاثيا، يعني لي على حتى ترى تتوضح الأمور كيف ستنتهي يعني في ليبيا. وبطبيعة الحال لا أحد يريد أن تنتهي الأمور لصالح ميليشيا حفتر، ولا أتوقع أنها ستنتهي لصالحه على الإطلاق. طيب انضم إلي أيضا سيد نوري الصلابي الخبير العسكري والاستراتيجي. السلام عليكم سيد نوري. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بي. أهلا وسهلا بك. لو تضعنا أو كيف تتابع الآن وترصد تحركات ميليشيات حفتر بعد سقوط الطائر، إسقاط طائرة لهم بالأمس، وأيضا اندحارهم في كثير من المحاور جنوب طرابلس؟ نعم سيد نوري. نوري سيد استمع جيدا إلى سؤال. طيب أعيد، كيف تتابع وترصد مواقع القتال الآن بعد إسقاط الطائرة لميليشيات حفتر بالأمس وأيضا اندحارهم في محاور القتال؟ بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. نحييكم ونحيي قناة مشاهدينا الكرام. طبعا بعد هذه الانتصارات التي حققها الجيش الليبي ضد المتمردين قوات حفتر ومن معها، هذه القوات جن جنونها ولم تستطيع تحمل هذه الهزائم الكبرى، واخرها سقوط اسقاط الطائره المقاتله التي كانت تقصف المدنيين وتقصف المدارس وغيرها. لذلك تحولوا كغيرهم كطريقه الطغاة المعروفين. هذا حدث لنا في سنه 2011 عندما انهزمت
القذافي وخرجت من شارع طرابلس، بدا القصف المدفعي والصاروخي على المدينه. نفس السيناريو يتكرر الان، ونفس الطريقه، طريقه الطغاة والمجرمين هذه التي ينفذونها ضد المدنيين وضد الناس الابرياء وضد يعني المساكن ومؤسسات الدوله وغيرها. تقصف باعتى الاسلحه المدمره العشوائيه التي تقصف في اي مكان، تصيب من يعني اماكن متعدده مدنيه، اغلبها هذه المناطق مكتظه بالسكان وكلها احياء سكنيه. يعني ماذا ما النتيجه التي يصلونها؟ فقط هو ارهاب الناس وتدمير مساكنهم وقتل اكبر عدد ممكن من المدنيين. نعم. طيب كيف تنظر متابعة حكومة الوفاق لمحاور القتال والتنسيق مع وزارة الدفاع ورئاسة الأركان وغير ذلك، وكذلك سلاح الجو؟ طبعا يعني هناك طبعا موقف يعني دعم ومساندة لقوات الجيش وقوات السلاح الجوي، لكن للاسف الشديد يعني كلها يعني محتشمه وبسيطه. يعني هذا الدعم سواء المعنوي او المادي، يجب ان يكون هناك دعم كبير، ويجب ان تستغل الحكومه الشرعيه التي منحت لها والحاله التي الان هي عليها الوضع في طرابلس، ودور يعني العالم الان في يعني متابعته لهذا العدوان السافر من قبل المتمرد. يجب ان تستغل هذه الوضع وتطلب المعونات والمساعدات وتكسر ايضا حصر يعني حصار السلاح الممنوع على ليبيا، لان نحن في امس الحاجه الى الاسلحه والذخائر الان. اذا يعني حسب المعايير الدوليه الحدث الذي حدث الان في بلادنا هو يعني تمرد من فئه باغيه على الحكومه الشرعيه وعلى عاصمه الدوله. نعم. بهذه عند الدول العالم كلها المعايير في مثل هذه الحاله. يعني يجب ايقاف هذا العدوان، ويجب ان التصدي له يعني في معايير العالم. هذا متمرد، هذا خارج عن الشرعيه، هذا مجرم، يجب ايقافه، ويجب مساعده للحكومه الشرعيه بكل الوسائل سواء السياسيه أو المادية لإيقاف عدوان هذا المجرم. طيب نرجع أن تبقى معي سيد نوري صلابي، أعود إليك سيد حمزة تكين، ربما في قضية أيضا الموقف الفرنسي. هل الموقف الفرنسي الآن يمارس النفاق عندما يخرج ببيان في بداية هذه الأزمة يستنكر فيه هذه الهجمة، وأيضا الناطقة باسم خارجية الفرنسية تستنكر ما جاء في مذكرة المدعي العام التابع لحفتر بالقبض على السراج والحكومة إلى آخره؟ يعني مثل هذه المواقف التي تقوم بها الحكومة الفرنسية من جهة تمارس خبراء فنيين داعمين لحفتر موجودين في غرفة العمليات، وأيضا الدعم الفرنسي لا يخفى، ومن جهة أخرى من ناحية دبلوماسية تبدي استنكارا لهذا الهجوم وكأنها تدافع عن حكومة الشرعية. يعني يا أستاذ، هذه مرة جديدة تثبت فرنسا والرئيس الفرنسي بالتحديد يعني ازدواجية المعايير التي يتبعها الرئيس الفرنسي تجاه المنطقة بشكل عام وباتجاه ليبيا بشكل خاص. ازدواجية معايير يعني أصدرت بيان استنكار، كما فعلت يعني بعض الدول العربية تدعم حفتر علنا. لا، القضية ليست سر وليست اتهام، تدعمه بهذه الحرب الميليشياوية ضد الشعب التركي، الشعب الليبي عفوا، بشكل علني. وبالتالي أصدرت أيضا هذه الدول، يعني أمر مضحك، أصدرت بيان أظن بالأمس وهي يعني تعرب عن قلقها بين قوسين مما قام به حفتر. أي قلق، ما أنتم الذين تدعمون حفتر، أنتم الذين تقدمون السلاح لحفتر، أنتم الذين تدعمونه سياسيا في العالم في المحافل الدولية، أنتم الذين تقدمون له دعما عسكريا فعليا سواء في البر أو في الجو، أنتم الذين يعني تقدمون له دعما ماليا علني. وبالتالي كيف بأي جرأة بأي وجه، سواء كانت فرنسا أو بعض هذه الدول في الشرق الأوسط،
تصدر بيانات يعني تستنكر ما يقوم به حفتر أو تدعو للهدوء في ليبيا. ليبيا كانت هادئة قبل أن تتدخلوا أنتم في قضايا الشعب الليبي وفي قضايا يعني أو في عمل حكومة الوفاق. حكومة الوفاق كانت تسعى لبسط الاستقرار في كل ليبيا. من اليوم الذي يعرقل عمل هذه الحكومة إلا فرنسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى وبعض الدول العربية فقط كما ذكرت قبل قليل، لأنهم لا يريدون ليبيا مستقرة، لا يريدون ليبيا قادرة على أن تحكم نفسها بنفسها، لا يريدون ليبيا قادرة على أن تدير ثرواتها نفسها بنفسها وأن تعود خيرات هذه الثروات على أبناء الشعب الليبي. كلهم يطمعون بليبيا ولا يريدون أن تشهد ليبيا نهضة ديمقراطية، نهضة في الحريات، لأن هذه النهضة ستنعكس عليهم سلبا وستطيح بالأنظمة الدكتاتورية المتواجدة في الشرق الأوسط. وبالتالي هم يدعمون اليوم هذه الميليشيا ضد الشعب الليبي وضد العاصمة. العاصمة الليبية اليوم تتعرض لعمل عسكري يعني مدان ومستنكر وشنيع ووقح، ونرى العالم يصمت، ونرى فرنسا تدعم اليوم هذا التحرك العسكري. يعني بأي وقح سوف تخرج علينا فرنسا غدا أو بعد غد أو في المستقبل وهي تنادي بمبادئ الديمقراطية وبمبادئ حقوق الإنسان وبمبادئ الحريات؟ لماذا لا تحترم فرنسا اليوم حرية الشعب الليبي وأن الشعب الليبي يرفض حصر؟ كلنا رأينا المظاهرات العارمة التي شهدتها ليبيا في الأيام الماضية ضد ما يقوم به حفتر، وبالتالي لماذا فرنسا لا تحترم إرادة الشعب الليبي الداعمة لحكومة الوفاق والرافضة بما يقوم به حفتر؟ فلا يحق اليوم لفرنسا أن تخرج علينا بمثل هذه الشعارات التي أصبحت يعني شعارات وقحة، يعني لم يعد يتقبلها ويقبلها أي عاقل في عالمنا العربي وعالمنا الإسلامي. نعم. طيب سيد نوري الصلابي، ربما يعني نريد منك تعليق حول ما يعني ما يصرح به المسمى المدعو المسماري الناطق باسم ميليشيات حفتر، أنه يقول بأنه سيقومون بفتح محور آخر باتجاه سرت أو ما شابه لأيضا تشتيت قوى الجيش الليبي. نعم، هم يسعون لذلك، ولكنهم لا يملكون القوة والرجال والقادرين على خوض معركة أخرى في هذه الأماكن، لأنهم لا يوجد لديهم يعني عملاء وخونة مثل ما حدث في مناطق المجاورة لطرابلس. نعم. هم اعتمدوا في وجوههم على طرابلس على وجود القوة التي تساندهم من داخل المدينة أو في ضواحيها، وحقق لهم بعض من ذلك، يعني حيث نرى العديد من خاصة من فلول لواء 32 التي كانت تقاتل في مع يعني مع القذافي أثناء قبل 17 فبراير. هم وجدوا فرصتهم السانحة الآن، وبعد أن عفى عنهم الليبيون وتركوهم في حالهم، بل أعيدوا إلى الخدمة في الجيش ومنحهم يعني يمنحوا مرتباتهم ومستحقاتهم. فهم الآن تنكروا لهذه المعاملة وانقلبوا، وهم الآن يعني يقاتلون إلى 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 جانب المعتدي المجرم، لأنهم يرون فيه عودة للطاغية ولصورة سيدهم السابق المقبور القذافي. هم الآن وجدوا شخصا بديلا عنهم، إذا التفوا حوله ويريدون الانتقام ويريدون صب يعني حقدهم الدفين على الشعب الليبي وعلى قدراتي. نعم. طيب من ناحية سير العمليات في محاور القتال للجيش الليبي، قوات الجيش الليبي، يعني الآن نحن نسمع أن زمام المبادرة صار لقوات الجيش الليبي، وبالتالي الاستعداد قائم للمباغتة والهجوم. نعم، بالتأكيد هذا ما تحقق، وهذا النتائج الأخيرة في اليومين الماضيين. سير المعارك كان في بهذه الكيفية، يعني قوات المدافعة، قوات الحق زهقت قوات الباطل التي ليس كما قلنا في السابق ليس عندها هدف سوى يعني التطبيل والقتال من يعني من أجل شخص
من اجل طاغيه جديد لاطماع شخصيه، كلهم مجرمون. هؤلاء الذين انضموا لهذا الطاغيه هم لا يختلفون عنه في 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 هدفهم، وهو القتل وسفك الدماء والنهب والسرقه والسطو، يعني للاستيلاء على العاصمه ونهبها وقهر وذل يعني اهلها وقتلهم وتدمير رافقها كما فعلوا في بنغازي وفي درنا وفي مرزق وغيرها من المناطق الاخرى. اذا هم يريدون نفس العمليه، هدفهم اجرامي، هدفهم معروف، لا يخفى على احد الا الغبي والساذج الذي ربما يقول عنه هذا هؤلاء جيش، هؤلاء ليسوا هم شرادم ويعني وقطاع طرق ومجرمين، يعني ما يعني سفكوا الدماء وشربوا الدماء والان يريدون فعل ذلك. ولكن تختلف الموازين الان، القوه التي تقاتل الان في 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 دفاعا عن طرابلس هذه هي قوه ليبيا الحقيقيه الوطنيه التي حررت ليبيا من الطاغيه، لا يستطيعون مقارعتها بالرغم من تفوقهم في العتاد والأسلحة التي زودتهم بها الإمارات ومصر وروسيا وفرنسا والخبراء والمساعدات المباشرة التي تدفق عليهم. كان هناك جسر من الطائرات يحط في المطارات في المنطقة الشرقية لجلب الذخائر والأسلحة المتنوعة والمتطورة إليهم، ولكنهم لا يملكون الرجال الذين يستطيعون حمل هذا السلاح واستخدامه. نعم، طيب أعود إليك سيد حمزة تكين. ربما أيضا في لغة المصالح والتحالفات نجد الآن حفتر يقوم بزيارات مكوكية، و يعني مصر والسعودية والإمارات، إمارات الشر لا تخفي دعمها الكامل لميليشيات حفتر وما يقوم به. لماذا لا نرى مثل هذا التحرك الآن من قبل حكومة الوفاق تجاه بعض الدول القريبة والصديقة وربما الحليفة أمثال تركيا ومن له ارتباط بالشأن الليبي ويكون تدخله إيجابيا كما طلب وزير الداخلية فتحي بشاغة؟ أستاذ الكريم، أنا لا أعرف يعني ما هي التحركات الدبلوماسية التي تقوم بها حكومة الوفاق تجاه العالم لمخاطبة العالم ويعني توضيح الصورة السلبية التي يقوم بها حفتر وميليشياته ضد أبناء الشعب الليبي وضد العاصمة الليبية طرابلس. ولكن بكل تأكيد أنا أتوقع أن المسؤولين في حكومة الوفاق يقومون بهذه المهمة ويخاطبون بعض العواصم لشرح الموقف وحقيقة ما يحصل في ليبيا من اعتداء واضح وصريح على الشعب الليبي، ولكن ربما لم تظهر حتى اللحظة لوسائل الإعلام بشكل علني. مع تركيا كما قلت لك سيد الكريم قبل قليل، تركيا أكدت موقفها الرسمي الداعم لحكومة الوفاق، موقفها الرسمي الداعم للشعب الليبي، موقفها الرسمي الرافض لما يقوم به حفتر، والرافض لتدخل الأنظمة الديكتاتورية التي عاثت فسادا في عدة دول عربية. ترفض تركيا أن تتدخل هذه الأنظمة أيضا في قضايا الشعب الليبي، وأعلنت تركيا أنها مستعدة للوقوف إلى جانب يعني حكومة الوفاق لإنهاء هذا الوضع السلبي الذي يعاني منه الشعب الليبي. نشكرك سيد حمزة تكين الصحفي والكاتب التركي، كنت معنا عبر الهاتف. كما نشكرك أيضا سيد نوري الصلابي خبير العسكري والاستراتيجي، كما نشكر أيضا سيد حميدة الجرو أحد القوات المساندة للجيش الليبي. أشكركم جميعا على هذه المشاركة، ولا زالت التغطية مستمرة فكونوا معنا.